أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وفقرتنا التالية مع مواقع التواصل الاجتماعي وآخر مستجداتها، والبداية من تويتر نتابع. هاشتاغنا لليوم هو هاشتاغ رفع ساعات العمل الحكومي الذي أطلق ونشط بعد تصريح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أو وزارة العمل قد رفعت مطالبات بتحقيق التساوي والعدل بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يخص ساعات العمل والدوام، حيث طالبت الوزارة بزيادة عدد ساعات عمل الموظفين في القطاع الحكومي العام إلى 40 ساعة ليصبح متساوياً مع نظام العمل والساعات في القطاع الخاص. تفاعل المغردون من حديثي التخرج والموظفين بشكل لافت حول الموضوع، واخترنا لكم هذه التغريدات. يتساءل يحيى السميري قائلاً: هل يجوز شرعاً بدون موافقة الموظف العقد شريطة المتعاقدين؟ وشاركت نوار الوائلية قائلاً: العبرة بالكيف وليس بالكم، العبرة بالإنتاجية وسرعة الإنجاز وليس برفع الساعات يا سادة. إذا مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على أبرز ما جاء في تويتر ننتقل إلى صفحة سيدتي نت وأبرز ما جاء في تويتر وفيسبوك نتابع. من أبرز عناوين فيسبوك لسيدتي نت لليوم: لكل الأمهات اهتمي باختيار قبعة طفلك، فهي أهم قطعة ملابس يتم تجهيزها ضمن أغراض المولود قبل قدومه، ولكن احذري من المعتقدات الخاطئة حول أهميتها. لتتعرفي إلى أهم الخرافات في هذا الموضوع قومي بزيارة صفحة أطفال ومراهقون في قسم سيدتي وطفلك اليوم في موقع سيدتي نت. أما من موقع تويتر سيدتي نت فاخترنا لكم اليوم: الحب كلمة قلت حروفها وكثرت مفاهيمها، ولكن باختلاف مفهوم الحب كيف كانت آراء الشباب والشابات حول هذا الموضوع؟ طرحت سيدتي تحقيقا بعنوان: هل تحب بعين العقل أم بعمى القلب؟ ولماذا؟ تعرفوا إلى الآراء التي وصلتنا مشاهدينا من خلال زيارة قسم تحقيقات الساعة في سيدتي نت، وشاركونا بآرائكم من خلال التعليق على الموضوع. إذا مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على أبرز ما جاء في سيدتي نت في الفيسبوك وتويتر ننتقل إلى سيدتي ولمحبي النجمات ومظاهر وطلات النجمات، إليك نصائح من سيدتي نتابع. تحية لكم أعزائي المشاهدين، وكل يلي نطريد نشرة الموضة والجمال من سيدتي نت. حالتنا لليوم فيها أخبار عديدة ومتنوعة. نبتدي مع خبرنا الأول ونصيحة جمالية يابانية. تنصح النجمة اليابانية ريوكو إيكيدا كل سيدة أنها تستخدم أقنعة للبشرة تحتوي بمكوناتها على الطحالب البحرية، وذلك بسبب أن الطحالب البحرية عندها قدرة على امتصاص المعادن الغذائية البحرية مثل الفيتامينات والمعادن، وبتقوم بتخزينهم بداخلها، الأمر يلي بيجعلها من أفضل المكونات للبشرة يلي بتعيد للبشرة حيويتها ونضارتها خاصة بعد سن الأربعين. منتابع مع خبرنا الثاني، قوة المكياج بتغيير الشكل. هالخبر أكيد كلكم بتحبوه، ليش؟ لأنه رح تشوفوا نجمات عالميات على حقيقتهم. بعد ما شفنا هالصور، نصيحة صغيرة من سيدتي نت لألك: استخدم المستحضرات يلي بتتناسب ألوانها مع ألوان بشرتك، واتبعي مكياج بيتناسب مع شكل وجهك لتكوني جميلة على الطريقة الطبيعية. ننتقل لخبرنا التالي وتسريحات الريترو. يبدو أن موضة الريترو رجعت وبقوة على تسريحات النجمات من بعد ما عرفت قديما، وهي بتتميز بلف الشعر بطريقة متدرجة، الأمر يلي بيزيد أناقة وجمال على طلة شعرك. رح نشوف سوا هلأ مجموعة من صور لنجمات عالميات بتسريحات الريترو. بعض النجمات العالميات بتزين شعرهم على موديلات متعددة من الأكسسوارات،
مثل الفولار، أقواس الشعر والدبابيس الفضية والذهبية، الأمر يلي بيزيد من الأناقة والجمال على طلتك. رح نشوف صور لبعض النجمات العالميات يلي اعتمدوا بتزيين شعرهم على موديلات الأكسسوار. هيدا كان كل شي بحلقتنا لليوم. ترونا دايما مع أخبار جمالية جديدة من سيدة تينات. إذا مشاهدي الكرام، برنامج سيدتيك عادته يهتم بطلتك وجمالك، ومع الجمال والأناقة والموضة والشعر. بذلك ننهي فقرتنا لهذا اليوم وحلقتنا، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله بفقرات جديدة ويوم جديد من سيدتي. إلى اللقاء.